يا استاذه كده شويه بس. كنت واقف وبصيت لقيت بكلم الراجل لقيت لك الحاجه دي مره واحده وحاجات بتقع جنب منا كلنا قعدنا نجري قالوا في قنبله قنبله كله خاف قعدنا نطفي في اللي لحقنا نطفيه نطفيه وبعد كده جينا لقينا في حاجه تطق تاني خفنا كنا رجعنا وكانت الناس اتلمت هو ده اللي حصل ده الكلام ده ساعه الدور بالظبط صلاه الجمعه وده اللي حصل. ماشي يا حبيبي اكلمك النهارده بالليل واديك الايه الميعاد اللي هتقابل فيه المهندس عادل. الناس طلعوا يجروا بقى بتراب بقى والحق الحق حوش حوش قالوا ده في حاجات هتخبط تاني ايه في ناس جرت وخافت وفي ناس استمرت كل واحد كان خايف على نفسه عند ما الشرطه جت والبوليس جو الناس على اه